أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا هي حصة موجهة للأولياء كيفاش يتعاملوا مع الحالات اللي تواجههم في التربية تاع أولادهم. حبيتها علاش؟ لأنه بالمرات الأولياء يتسألوا يا هل ترى كيفاش ندير، ولدي عنده الحمى، ولدي ماهوش يقرا مليح، ولدي كاين بعض التساؤلات اللي احنا من خلال هذه الحصص هادو رايحين نجاوبوا عليهم مع أخصائيين في كل في شتى المجالات. اليوم حصة مهمة، مهمة هي ابتلاع المواد الكوية، سي لانجستيون دو برودوي كوستيك، يعني الطفل بالمرات في البيت ولا قادر يبلع أي مادة هكذا والأولياء ما يعرفوش واش يديروا. من خلال هذه الحصة هذه راح نحاولوا كيفاش نجاوبوا على هذه التساؤلات هذه. إذا راح نطحبوا معايا بأخصائيين. أول أخصائي هي الدكتورة دوادي ريم. تفضلي معنا دكتورة، تفضلي. تفضلي. مرحبا بك، شرفتينا شرفتينا. تفضلي دكتورة ريم، أخصائية في جراحة الأطفال. معنا كذلك كالمعتاد الأستاذ لابري. لابري تفضل أستاذ لابري نور الدين. مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا. مرحبا، تفضل أستاذ لابري نور الدين، مختص في علوم التربية. كذلك ما نقدرش نتكلموا على هذه المواد وهذه الحوادث هذه بلا ما ترحبوا معايا بالملازم الأول مراد. تفضل 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 أستاذ. أستاذ مرحبا بك، مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا. تفضل 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 تفضل. وكذلك حبينا نستضفوا من بعد تفهموا علاش الأنسة بوخديمي. تفضلي أنسة، تفضلي. مرحبا بك، مرحبا بك. مرحبا بك، تفضلي. وكالمعتاد في بداية كل حصة نستقبلوا طفل أو طفلة. تفضلي ياسمين، تعالي تعالي تعالي. واش راكي؟ دابا بنتي لاباس. انا نحب كي نبدا الحصه نوجه نداء للاولياء والاطفال كذلك باش يروحوا يديروا الواجبات تاعهم. اذا ياسمين، حبيناك اليوم تكلمينا على الواجبات نتاعك. كي ديري الواجبات نتاعك انت يا كي تدخلي من المدرسه واش تبداي ديري؟ تشربي الحليب؟ واش ديري الواجبات تاعك؟ ديريهم ترتاحي شويه باش ديريهم ولا تسبقي فيهم؟ تسبقي بهم. اوه برافو برافو، تسبقي بهم بعد تروحي ترتاحي حتى في العطله، يعني في نهايه الاسبوع وكامل نقراو الجمعه بالك نرتاحوا شويه، بصح حسب نقراو شويه يا اخي. اذا اليوم راح تروحي ديري الواجبه تاعك في هذا المكتب الجميل هذا اللي وجدناه لك. تفضلي تفضلي ياسمين، تفضلي. وانتم كذلك يا اطفال لكم تشوفوا فينا، هذا هو الوقت باش تروحوا تقراوا وديروا الواجبه تاعكم. يلا تفضلوا. في هذا العدد اللي خصصناه للحوادث المنزلية اللي هي الأولياء كامل في التربية تاع أولادهم يواجهوا هذا المشكل هذا، وبالمرات ما يعرفوش واش يديروا ما يعرفوش واش يديروا. على هذا اللي جبنا معنا اليوم أخصائيين يتكلموا لنا على الحوادث المنزلية. ولكن اليوم كاين نقطة هي ابتلاع المواد الكوية، سي لانجستيون دو برودوي كوستيك. دونك جبنا معنا اليوم أخصائيين، ماذا بينا دكتورة دوادي ريم اللي راهي معنا اليوم، شرفتنا بالحضور تاعها. هي مختصة في جراحة الأطفال. ماذا بينا تكلمي لنا على هذا الموضوع هذا، كيفاش تشوفيه أنت وكيفاش تقدري تخاطبي الأولياء في هذا الموضوع هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على استضافتنا في هذا الحصة. مرحبا بك، مرحبا بك مدام. الله يسلمك. ألوغ نبداو دابوغ نعرفوا المواد الكوية هذه شنو هي. هي أي مادة كيميائية قادة تدخل في المنزل وتسبب لنا حوادث وحرائق في الجسم الانسان تاعنا. بون مع هذا الوقت ونشوفوا بتعدد هذه الوسائل، وسائل التنظيف، وسائل الاستعدادات الاستعمالات اليوميه. بالضبط، درك كاين تاع الاواني، كاين تاع الاواني درك رانا نشوفوا. بكري كان عندنا واحد صابون طرف نغسلوا به كل شيء. ثلاثة ولا ماكسيموم أربعة مواد. بالضبط درك افيك تو سكي ديسبونيبل في السوق تاعنا
دونك نشوفوا بزاف من المواد الكيميائيه دونك نخدموا بها قادره تكون استعمالات تنظيف المساحات، تنظيف الاواني، قادر تنظيف الحديد بالضبط في الحطب فوالا يعني في لي كاراج مع الاب دونك لاسيد تاع لي باتري لي ديليون دونك كل هذه المواد قادر تمد لنا حوادث خطيره جدا واللي للاسف تؤدي الى كثير من المضاعفات اللي احنا من الجانب الطبي نشوفوها ثقيله بزاف ولكن لا يجب الاستهانه بها. بالضبط بالضبط. شكرا شكرا استاذه. اذا الملازم الاول سي يوسف مراد، كنا استضفناك في حصه كذلك كانت تكلم على الحوادث المنزليه وكانت تكلم على الحروق، وكمان اليوم عاود جبناك ماذا بنا لان الحمايه المدنيه على ما نظن عندها كما يقول عمو يزيد ما اروع رجل الاطفاء ينطلق فور الانذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. حنا لازم تفهمنا اليوم رجل الاطفاء هذا رجال الحمايه المدنيه كيفاش يتعاملوا مع هذا النوع من الحوادث. على بالي بلي الاولياء لما يكلموكم في الهاتف على رقم 14 اللي نديروا نداء الاولياء او كامل كيكون عندهم مشكل ما عليهم اللي يتصلوا برقم 14 اللي هي الحمايه المدنيه. كيفاش الاولياء كيتصلوا بكم وهما مرتبكين هكذاك وليدو بالعكس حاجه باسكو الاولياء بالمرات ما على بالوش يخاف وليدو يضيع منه ويخاف كيفاش ننصحوهم وكيفاش يقدروا يتعاملوا مع هذا الموضوع هذا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا سي يزيد هذا شرف لينا ربي يطول عمرك كاسره تاع الحمايه المدنيه باش نشاركوا في الحصه تاعكم تاع اولادنا تحت جناحنا ومن خلال الحصه باش نقدموا الارشادات اللازمه للاولياء والاباء والامهات باش كيفاش الوقايه للاطفال تاعهم. كما تفضلنا في الحصه الاولى اللي تقدمها هو الاتصال برقم 14 بالضبط، ونذكر باللي رقم 14 هو للحمايه المدنيه ونحن في الخدمه وتحت التصرف كاع تاع الشعب الجزائري. الله يبارك. هذه من جهه، من جهه ثانيه رقم كيتصل الاولياء كيتصلوا مع رجال الحمايه المدنيه كما ذكرنا في الحصه الاولى يكون هلع الخوف بالضبط ما يقدرش بالضبط. يمد ما يقدرش احنا ديفوا نسالوه ويقول لك يعني تحتاجوا بعض المعلومات اللي هي مهمه دقيقه لانه سياره الاسعاف وهي رايحه مليح انه الطبيب ولا يكون عنده المعلومات يكون عنده معلومات بالضبط فايدة. بالضبط مهم. يكون في حال تاع هلع يمكن يقول انا وليدي مات بالضبط احنا نسيو نهدئوه بالضبط حتى الهاتفي يولي يلعب دور سيكولوجي يعني هذا نسيو كيفاش نهدئوه باش نطلبوا من عنده المعلومات الكافيه السن تاع الطفل المادة نوع اللي يشربها الماده هي اكيد نوع الماده ضروري نوع الماده اللي يشربها حتى نتمكن من تشخيص يعني الحاله باش نعرف واش نبعث بالضبط. لان سياره الاسعاف الان ما تخفلكمش راهي تقريبا كل سيارات الاسعاف في الحمايه المدنيه مجهزه بطبيب بالضبط. طبيب الحمايه المدنيه زياده على العتاد اللي فيها زياده على العتاد هي مجهزه وكذلك احنا باسكو علاش الوقت حتى باش ندخل فيه يمكن يكون مع تعرفوا دوك الاستحام الموجود يعني بالضبط. يمكن ديفو يطلب منا يقول لك الحمايه المدنيه جاتنا متاخره شويه ولا بس انا شفت حاجه حبيت نتكلم عليها شفت اعوان الحمايه المدنيه في الموتو في الدراجات الناريه اكيد شيء جميل هو والله جميل هذا تاع الدراجات الناريه كان خمم فيها السيد المدير العام العقيد الهبيري حتى في التدخل يعني جات تلقى يعني شكاوي حتى في التاخر وكذا خمم في طريقه يعني جميل كيفاش جميل. كيفاش حتى باش نتفاداو هذا الاستحام انا شفتهم عجبني الحال والطريقه صحنا حتى الناس يعني استحسنوا الطريقه لا شيء مليح يعني نحسوا باللي التدخل السريع هناك قرب من المواطن يعني من انشغالات المواطن يعني المواطن عنده انشغالات نحسوا بالحمايه المدنيه يتماشى مع الانشغالات تاع المواطن شيء جميل جميل نعرف الماده سي يزيد انا ماذا بيا نديروا ثاني نداء للناس باش ما يمشوش في لابون داري دورجونس هذا النداء راني نديرو يا اولياء ماذا بكم من فضلكم لانكم رايحين تنقدوا ناس هذيك لابون داري دورجونس سبيبه الوقوف الضروري ماشي مديوره باش نمشوا فيها مديوره لومبيلونس مديوره الحالات الاستعجاليه اذا هذا النداء نوجهوه من هذا المنبر هذا من فضلكم اجتنبوا هذيك سبيبه الوقوف الضروري لابون داري دورجونس ما تمشوش فيها من فضلكم كما قلت لك سي يزيد عاودوا للموضوع عندما نعرف الماده وشنو هي احنا نقدموا نصائح
بالضبط. باسكو الوقت هذاك اللي باش نوصلوا فيه حداك ممكن يعني يديركش حاجه يديركش حاجه يديركش حاجه. نقدموا نصائح للاباء وللاولياء الاباء والامهات حتى يعني في هذه الماده هذه وبالك تشاطرني الراي للدكتوره ما يقدموا احنا نقول لهم اللي بتقدموا لهمش اي شيء سواء باسكو كاين اللي يقول لك يشرب المواد كجافير ولا هذا يشرب الحليب كاين يقول لك حتى الحريق هذاك ويقول لك يشرب الحليب واحد يقول لك اعطي له فنجان تاع زيت الزيتون واحد كل ام وكل اب كيفاش يتصرف صح كاين اللي يقول لك اللي يفكر مباشره في عمليه التقيؤ يقول لك باش نخرج نخرج هذاك وهذاك يزيد يسبب له ضرر اخر نخلي الاخصائيه هي اللي تكلم فيه على كل حال الفتره هذه ماذا فينا وهذا يتجنب حتى باش نجلبوا اضطرابات يعني اخرى حتى تجي سيارات الاسعاف مع الطبيب نقدموا الاسعافات الاوليه وحنا نوجههم مباشره الى المستشفى لنقدموهم في ايادي امنه كالدكاتره اللي يقوموا هما عليهم بالعلاج. ماذا بيا سي نور الدين لابري ماذا بيا تكلمني على الجانب التربوي بما انك مختص في علوم التربيه وكامل بما انك مارست في الميدان اكثر من 30 سنه وانت مع الاطفال في الميدان التعليمي وكامل ماذا بينا تعطينا الجانب التربوي نتاع هذا الموضوع هذا اللي هو تناول هذه المواد الكويه اللي هي لي برودوي كوستيك. شكرا سي يزيد ولكن خليني نعبر لك عن سعادتي لما شفتك انت في هذه الحصه الموقره طول عمرك تتكلم كثير عن وتستعمل كثير الصفه نتاع تربوي وتتكلم عن التربيه وخاصه ان الشيء اللي عجبني هو انه في هذه الحصه دائما تدعو اطراف مختلفه ليست بالضروره من اهل التربيه او من اهل التعليم او من الاسره التربويه مثلا حضارات الملازم الاول من الحمايه المدنيه الاخت وليه من اولياء التلاميذ الطبيبه المختصه وفي الحصه السابقه كذلك طبيبه مختصه في امراض اخرى اللي تخص بالاطفال وهذا دليل واش دليل ان العمليه التربويه بصفه عامه ليست على عاتقي او مسؤوليتي المدرسه فحسب وحدها هي معادله مركبه بارك الله فيك بالضبط. وتهم الجميع بالضبط. وخاصه الاعلام وانتم بالضبط. من بالضبط. رجال الاعلام كبيرة. انتم تلعبون دوركم كذلك بالضبط. وحتى المجتمع المدني في جمعيات مختلفه لابد ان تساهم في العمليه التربويه وانا نذكر كتاب قريته لامرأة شخصية أمريكية معروفة في الحقيقة حتى احنا في الجزائر نعرفوها لأنها ترشحت للانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة هيلاري كلينتون كتبت كتاب مهم جدا في مخص الشباب وفي مخص التربية على الأطفال سمته Il faut tout un village مترجم إلى الفرنسوية من الإنجليزية بطبيعة الحال Il faut tout un village pour éduquer un enfant لابد من قرية كاملها من أجل التربية باش نربيو الطفل واحد واحد هذه المقدمة اللي حبيت نديرها اللي باللي جميل التربية جميل لازم مهمة الجميع مهمة الجميع أنا هذه دائما المدرسة أنا من أول وهلة دائما نقول الطفل كي نشوفوه باش نكونوا مجتمع ناجح لازم هذاك الطفل تشوفه وليدك باسكو إذا كان قلت ابن الآخر خلاص بارك خلاص بارك بكري الله. كنا الجد يربي العم يربي الخالي البقال يربي وكان تدخل عند البقال وما تقولوش صباح الخير عمي العشيه يقول باباك نعم يعني هذه المعادله المركبه نتكلم عليها. اما في المدرسه بطبيعه الحال لها دور تربوي مباشر للطفل بالضبط العمليه التربويه لانه يقضي وقت طويل في المدرسه لا ولكن هو المستهدف بالضبط الطفل التلميذ هو المستهدف بالضبط ولكن هذا لا يكفي فالمحيط نتاعو والعائله نتاعو وكذا هم كذلك المدرسه قادره تلعب دور ولو غير مباشر نعطيك مثال في بعض الانظمه التربويه كاين باش نرجع للموضوع نتاعنا تاع اليوم كاين ما يسمى بحصه تاع السكوريزم بالضبط يديروها للتلاميذ بالضبط للسكوريزم يديروها للتلاميذ لماذا لان التلميذ من هو الاسعافات الاوليه لان التلميذ من هو رجل المستقبل بالضبط تلميذة هي امرأة المستقبل ستصبح أما حقيقة دي فوا حادث بسيط في الطريق في الطريق في الطريق بارك الله فيك مليح أنه الإنسان يعني يعرف الإسعافات الأولية بارك الله فيك وزيدك حاجة أخرى فيما يخص الحقن لبيكير دونك تعرف اللي باللي مرض السكري تفشى شوية بالضبط في العالم بأسره
وكاين عائلات كاين اكثر من 4 مليون نعم يديروا الحقنه يوميا او حتى الحقنه نتاع 8 في الاسبوع بالضبط الانتيبيوتيك حتى يروحوا يشوفوا فرملية ممرضة أو يديوا المستشفى كل يوم الشيخ هذاك ولا ولا الطفل ولا باش يديروا الحقنة بينما في المدرسة يجيبوا لا غرون بوبي هذه كون بلاستيك ويجيبوا ان انفيرمي ولا اميلسا ويعلم الأولاد لازم كلهم يديروا الحقنة هذه باش نرجع إلى الإسعافات الأولية جميل. اللي يكون يعرفها وحتى الأخطار واش لازم بالضبط. ندير بالضبط. في انتظار الحماية المدنية في انتظار الطبيب هذا تدخل في الثقافة العامة مرات ممكن أنك تصعب الشيء على الطبيب ولا على المسعف ولا تصعب عليه الشيء لما تدير حاجة اللي ما لازمش تديرها بارك الله فيك بالضبط. يصبحوا دي ريفليكس في المجتمع بالضبط. لما تحدث حوادث سواء في البيت سواء للطيف سواء لواحد شوية أكبر سواء خارج البيت وهكذا نربي بالضبط. المجتمع بالضبط. المدرسة تساهم مدرسة متفتحة وعلاش أنا دائما نقول ما ننتظرش حتى يحدث تفوت الأوان بعد نبدأ بالضبط. نبدأ لو كان غير لو كان غير ولكن احنا الحماية المدنية أنا أقول لك بكل تواضع بالضبط. ويشاهدوا عليا اللي كانوا يخدموا معايا مرة مرتين في السنة أنا أدعو الحماية المدنية يجوني إلى المدرسة ويجتمعون مع التلاميذ أنا عمو يزيد لهم أغنية أنا عارف بارك الله فيك لا بارك الله فيك الحمد لله يعني حتى الشرطة يعني أنا جيلها أنا جيلها حتى الشرطة أنا أدعو دائما الشرطة تأتي إلى المدرسة باش يعرف لأنها مؤسسات جوارية مؤسسات جوارية بارك الله سيدي يفوند لا بروكسيميتي هو اللي عايش معنا هو اللي يجي يسعفك هو اللي يسلكك سادة حقيقة كاين هاد لي برودوي اللي نتكلموا عليهم هادو كوستيك اللي هما المواد التنظيف توسكي بودر بالك قادرة تكون سائلة أو صلبة قادرة تكون قادرة بالضبط بالك بزاف ناس عم بالهم غير المواد السائلة جافيل وديترجون والآخر ولكن كاين لابودر كاين كاين بزاف حوايج كاين لاسيد كاين بزاف حاجات قادرة تتأثر إلى عواقب لا وخيمة كاين تاني استاذ معليش بالك ماناش في نفس السياق ولكن بالمرات واحد تحصل له حاجة طفل حبة حلوة حبة حلوة حبة كوكا وحبة منش عارف انا شفت هذا الموضوع بزاف ماذا بينا كنت تعطينا نصائح شويه الاولياء في هذا لهذا الشيء انا انصح الاولياء انه الطفل قبل العامين نشوفوها غالبا الطفل قبل العامين ما نتفاداو نمدوا له حوايج صغيره كاين كاوكاو حاجه يابسه يعني نعم حبه حلوه كاوكاو واخر حاجه ما نقدروش نتحكموا فيها وشفنا الاولياء اولياء لا كاوكاو ولا حلوه قبل العامين حقيقه لاحظنا حالات وفاه بطفل صغير حبة كاوكاو فاتت من للحلقسبات الهوائية أدت إلى وفاة قبل الوصول إلى المستشفى يعني مش كارثة حوادث كارثة نحن أشياء بسيطة بالنسبة لنا نحن طفل اللي يأكل كاوكاو يشوف باباه يمثلوا الأخر مي دي فوا جوي يا أخي مام لي جوي كي تشريهم كاين دي جوي لنورمال ديرناسيونال نلقاو العمر محدد هذا اللعبه ولا هذا الجوي يفو با لو دوني ان انفون اقل من هذا العمر بالضبط شيء جميل وفي نفس السياق في نفس السياق ماذا بينا مام المواد الكاويه هذه نهضروا على ليتيكتاج والفلاكوناج تاعهم يعني بالنسبه للمنتج بالضبط المنتج اتونير ايلواني دي زونفون ولا من بالضبط سي دي نورم كيما حنا لو بوشون ندوا با اتر ما يقدرش الطفل الصغير يحلو بالضبط بالضبط كي نشوفوا المواد هذه عند اللي نستوردوها من الخارج مقارنه مع المواد بالضبط اللي راه منتجه عندنا احنا كبر في بعض الحالات باش نفتحوا البوشون هذاك لازم تقرا دابور لازم يفوس فيه لا فلاش لازم نعبز هكذا انا شفتها في الادويه في الولايات المتحده والبلدان الاوروبيه الادويه وكما ديرش لا فلاش مع لا فلاش ما تقدرش تفتحها شيء جميل جميل لازم هذه حتى الادويه استاذه كنا نتكلموا نعم. من المواد حتى الادويه لازم الاولياء يرد باله الدواء ديالو يخبيه بعيد بيان سور هذه المواد ما تتحطش في اماكن اقل للطفل فاسيلمون يقدر يروح لها دونك لازم في لابواطا فارماسي بعيده وكامل وكما قلت لك ماذا بينا هذا نداء كذلك للمصنعين اللي ما لاكش نهار يديروا لو بوشون اللي ما يتحلش بسهوله بسهوله لازم حتى الاخر والامهات والخطا اللي كيما تطرق الاستاذ وقالوا تاع الجافيل نديروه في قرعه تاع هذه سيكورو هذه ولا الاب مثلا يجيب لو ديليون يفرغ لو فلاكون يديروه في قرعه تاع الماء سعيده والاخر
قرعه تاع الكازوز ينحي لها الاخر يدير فيها الاخر يعمر فيها بالضبط. ماذا بينا نتفاداو هادو لانه نحب نحذر الاولياء. لو برودوي هذاك ناخذه اليوم ولا ياخذ الطفل اليوم، ولكن مده الفعاليه تاعو قادر تروح حتى العامين 18 شهر وهو مازال يحدث الاعراض في جسم الانسان، يعني ماشي غير وقت هذاك اللي خذا دوك الضرر تاعو قادر يطول في الوقت. فوالا تري بيان. انسا بخدمي تفضل استاذ برك. نقطه واحده لازم باش نعرفوا بان في علم النفس الطفل بعد البحوث التي صرات ان الطفل حتى 3 سنين تقريبا يكون في نمو، وحتى من بعد في اطار نمو الطفل حتى 3 سنين ماذا يحدث فيه؟ يحدث فيه نمو جسدي، نمو حركي، نمو عاطفي، وحتى النظر سنسوريال يعني بعض الحواس. اذا الطفل حتى في هذه الفتره هذه يولي ينظر ويولي يشوف، يعني يشوف يميز في الاشياء، يولي يتحرك، يولي يحبو واحيانا يقف بالضبط، ويولي يعرف يصل يتمكن من الوصول الى الاشياء الاخرى. في هذه الفتره الطفل يكتشف، يحب يكتشف، وكل ما يجده بمتناول يديه الا وياخذه واين يضعه وين يديره الا ويروح. هذه طبيعه فمه. بالضبط بالضبط بالضبط. يديره في فمه. هذه ربي خلقنا، يخلقنا سبحان الله هكذا يروح يديرها في فمه، وهذه طبيعه. اللي ما يديرش هكذا الطفل، اللي ما يديرش هذه الامور ماهوش عادي. احنا كنا صغار يعني الام غير تشوف الطفل ونحي نحي واش كاين في فمه واش كاين يعني. ولذا ولذا ما لازمش الامهات او الاولياء يخبيوا على الطفل الا الاشياء التي تبدو لهم خطيره ومضره. يقول لك هذا المواد اللي ذكرتهم الطبيبه او حاجات او النار او كذا، لكن بعض الحاجات الصغيره التي لا تظهر لا تبدو بانها ستضر بالطفل، لكن هي التي ستضر بالطفل اكثر. وراي عطاتنا مثال الدكتوره مشكوره، حبه تاع كوكاو. حبه كوكاو. حبه تاع كوكاو بالضبط. فاذا به كان ياكلها الابره. بالضبط. إبرة هذيك صغيره كيف تروح تجبدها له نتايا؟ اذا باش نردوا بالنا الطفل لابد باش يحكي له اي شيء. مهمه صعبه متعبه ربي يعاونهم، ولكن ولكن في في وجه اولادنا كل شيء يهون. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. أنسة بوخدمي راكي معنا اليوم لانه سمعنا باللي صرا لك حادث هكذا، ماذا بينا تفهمينا هذا الحديث وقتاش صرا لك واش شربتي وكيفاش داروا مالك وكيفاش. تفضلي تفضلي. شربت جافيل. ايه شربت جافيل. هذا السائل هذا كان في قرعه ديالو ولا كان كما قالت الاستاذه في قرعه تاع ما ولا تاع كازوز؟ كان في قرعه تاع كازوز. كان في قرعه تاع كازوز. دونك يا اولياء ما ديروش هاد لي برودوي في قرعه واحد اخرين، خلوهم في القرعه ديالهم. وانا من العطش تاعي ما انتبهتش و رحت شربت. رحت شربت وشربت بصحتي. شربتي حتى شربت بيا. ما حرقك ما والو. سي سي من بعد باش حرقني بواحد 7 سنين هكاك. اي 7 سنين دونك نو يعني نعرف شويه مي تكلخت بيسكي كان في قرعه تاع كازوز. اي بالضبط بالضبط. قولي بالك الكازوز هذا دايره هكذا. اي ومن بعد من بعد واش صرا؟ ومن بعد شربته ومن بعد حاشاك قياوني وشربوا لي زيت زيتون. ايوا دونك داروا كاع واش ما لازمش انت. فوالا اكزاكتومون. دونك يا اولياء ما ديروش واش داروا لها، قيوها وشربوها زيت زيتون. دونك ما لازمش تتصلوا بالحمايه المدنيه وترفدوا وليدكم تدوه للسبيطار اذا كان كنتوا بعاد، لانه شيء مهم كما قالت الدكتوره هذاك القيء هذاك لو فوميسمون راهو يزيد يزيد يضر يضر الطفل. اذا ما لازمش ديروه واش داروا لها. والحمد لله على السلامه على كل حال. ومن بعد داوك للسبيطار؟ نو ما رحتش. ما رحتيش. حاجه ثالثه ثاني دو وليدكم ولا بنتكم للسبيطار ثاني. نقول لك الحمد لله. الحمد لله شفتي. كل الحالات راح تكون هكذا. بالضبط بالمرات الاولى نشوف حالات. وانا بطبيعتي نخاف من السبيطار اكثر من نخاف. لا بصح بصح خلاص هذه حاجه صرات لازم تروحي للسبيطار. بالمرات الانسان مم يمرض هكذا في البيت ومن بعد يحس روحه مليح، انا نظن لازم غدوه من ذاك ولا هذاك النهار يروح للطبيب، لانك ما تقدرش تعرف هذه الاعراض من جوك، وخاصه طفل صغير يتناول برودوي هكذا. يا اخي استاذات شاطرين الراي لازم يروح يعرض على طبيب. حتى وان الحاله تاعو تكون متماثله ولا باس عليه، ولكن
لازم يخضع للعلاج ولا هكذا. انا نظن استاذ يوسفي لازم اللي يجاوب في الهاتف على رقم 14 لازم يقول لهم بالك وتقيوه بالك وترقدوه. لا والله قلت لك يعني كما تفضلت يعني من قبل واش قلت لكم حتى الهاتفي احنا نسموه الهاتفي الستونداريس إلي فورمي كل ساعة يقدم نصائح ويقدم هكذاك الهدوء هذاك وكل شيء. بالرغم من هذا الشيء هذا يعني من بين البرنامج المستطرات والمديرية العامة للحماية المدنية واللي هو معروف حتى في التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك وهكذا احنا باش البرنامج باش نوصلوا مسعف لكل عائلة. هذا هو الهدف تاعنا اللي حبينا نوصلوا له ان شاء الله. هذا المسعف لكل عائلة وعندنا إحصائيات يعني كثيرة كونا مش المئات الالوف يعني من الشعب الجزائري حتى باش توصلوا وباذن الله حتى يعني مسعف في كل عائله. والهاتفين تاعكم يقولوا لهم ما لازمش تقيوه ما لازمش اكيد ما لازمش يبدوا لهم نصيحه يقول لهم حتى السياره الاسعاف باش توصل عندكم هكذا ما لازمش تعمل هذه ما لازمش تعمل هذه حتى يصل عندك سياره الاسعاف مع من بين الاعوان الحمايه المدنيه موجود هناك طبيب. جميل. نعود نولي برك على الابتلاع هذه الاجسام الصلبه. احنا كمسعفين اولين احنا مش مختصين احنا مش اطباء. بالضبط. عندنا طريقه يسموها طريقه هيملش. طريقه هيملش هذه يعني طريقه كيفاش نخرج الجسم الصلب من عند سواء من حجره تاع الطفل من حجره سواء الطفل او او كبير حد كبير. لان حتى الكبار تختلف هكذا يا حبذا في حصص اخرى اذا حبيت شي يزيد نجيبوا حتى هكذا نوريك الطريقه كيفاش الرضع. جميل. والاطفال. جميل. والكبار لان حتى الكبير عندما يتلى هكذا نقولوها ان شاء الله هذا واحد لازم تكون معنا ان شاء الله نكون معكم ان شاء الله اكيد هذا شرف لنا يطول عمرك حتى الكبير يختنق ويتصرف لا بانيك وما يقدرش. نعرف واحد صديق كان ياكل في الساندويتش كان ياكل في الساندويتش في فوسروت يفسروت فات الاكل على القصبه الهوائيه مات. ايه يعني باسكو صحابه اللي كانوا معاه بالك ما عرفوش يديروا الاسعافات اللي تتكلم عليهم هم بالك شيء هكذا وكان الخطا هو الكبير تاع الامهات ولا كي واحد كي صارت حاجه صلبه ولا يدخلوا صباح الام تدخل صباحها في الفم وهي راه الجسم الصلب هذاك يزيد تبعوا لداخل راه يزيد تبعوا يزيد يعني ما حتى كي يوصل المستشفى حتى الطبيب يسبب كومبليكاسيون باش يخرج هذاك باسكو بعيد باسكو راه بعيد. فيما يخص المدارس في المجال التربوي احنا نتصلوا يعني بالمديرين تاع سواء الابتدائي في الطور الابتدائي او المتوسط او الثانوي حسب ما اتذكر يعني حتى في الابتدائي عندهم درس تاع الحمايه المدنيه يتصلوا بنا احنا موجودين هذا هو الهدف تاعنا الرئيسي الحمد لله هو التوعيه والتقديم احنا بس الهدف تاعنا هو الوقايه الحمد لله هكذا نجوا المدارس يحبوا يجوا عندنا بما احنا الابواب تاعنا مفتوحه وجاونا عدة مدارس واستقبلناهم الحمد لله وفهمناهم يشوفوا ويحب يعرف المدارس تحب تعرف الدور تاع الحمايه المدنيه واش راهي دير. احنا نعكسوا لهم النظريه احنا نقول لهم انتم الاولياء وانتم الاطفال انتم المربيين واش لازم ديروا باش تحميوا الطفل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والابواب تاعنا مفتوحه تاع الحمايه المدنيه وتشرفونا في اي وقت. ربي يطول عمرك ربي يطول عمرك. اذا ملاحظه دوك نغتنم الفرصه من هذا الحصه باش ننبه الاولياء على واحد الحاجه انه الطفل يعني خارج عن المواد السائله والاخر ولكن الطفل لما يبتلع ينبيل بطاريه صغيره الطفل ما يقعدش في المنزل يعني ما نتهونوش عليه نخلوه في الدار وننعسوه في الدار لان البطاريه لما يتناولها الطفل فيها سيتوماز دونك تدخل في جسم الانسان وتبدا تتحلل قادره تحدث ثقوب في الجهاز الهضمي. بالضبط. دونك الطفل صغير يعني الى بلع من باتري يعني بيلا ولا اولا احنا ماذا بينا يعني الطفل الصغير ماشي تاع الالعاب تاع البيل تاع البيل ولكن بالمرات يفتح هذيك اللعبه ويسيب البيلا. اذا كان عنده ان جوي افيك اون بيل واذا شافت الام باللي كلاها ولا شكت انه لازم تزربوا به لازم تديه للمستشفى لانه في اسرع وقت وتقول لهم باللي بلع اون بيل وكامل باللي انا بلع اون بيل ولا شكينا بلع اون بيل بالضبط اون في دي راديو نشوفوا اذا كان بلعها رانا راح نشوفوها ونخلوا الطفل تحت المراقبة. إذا استجاب بالحال أنه تجرى له عملية جراحية وهذا ما يصرى في أغلب الحالات باش نحيو هذيك البيلة وإذا ما تطلب الحال مراقبة صحية والأخر جميل باش نعرفوا باللي اون بيل سي با كيلك شوز دو بانال. هذه الله يبارك حاجة خطيرة على البطارية هذيك. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه النصائح القيمة وأنتم كذلك يا أولياء تردوا بالكم على أولادكم اللي هم أولادنا وتحت جناحنا.
ولكن تقدروا كذلك تتواصلوا معنا عبر موقعنا الانترنت ولدنا تحت جناحنا.com اللي يظهر اسفل الشاشه، ولا عبر صفحه الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا. كذلك ولادكم هم ولادنا، لازم نحافظوا عليهم لانهم جيل الغد. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبدو الجهد. نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا ولبلدنا. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان. لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم مؤمن. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.